يعني بدي أقول لك إن شاء الله بتتكسر إيديك، والفلوس اللي بدك تبيعهم أو بعرف شو هدفك، هو أذى، هو فلوس، هو كل إشي، إن شاء الله على صحة. صباح الخير يا حميد. يعني هاي مسج رسالة للقذر الوسخ اللي إجا عند السيارة، ما بعرف أي وقت طبعا، أكيد إجا بالليل، إنه هو حرامي وابن حرامي متعود على السرقة، إن شاء الله يا رب تنكسر إيدك. يا حرامي يا الوسخ، شو يعني شو استفدت؟ أنا بس أنا بدي أعرف، أنت شو استفدت لما أنت سرقت هاي القطعة؟ شو استفدت؟ يعني مفكر إنه ما في منها مثلاً هاي القطعة، ما بقدر مثلاً أرجع أجيبها؟ يعني شو استفدت إنك أنت سرقت هاي القطعة؟ يا الوسخ، يا واطي، إن شاء الله يا رب إيديك تكسروا، إن شاء الله على صحتك وعافيتك يا رب. إن شاء الله يا رب بصحتك وعافيتك، إنك شخص مؤذي، إنك شخص واطي. على فكرة بدي أشكرك كتير، بتعرف ليه؟ لأن أنا أصلاً مركبة كاميرا بسيارتي، بس أنا مو مشغلتها، بس شكراً إلك إنك صحيتني إني أشغل الكاميرا بسيارتي عشان أشكالك. شكراً كتير إنك خليتني أخذ قرار إني أشغل الكاميرا بسيارتي عشان أشكالك القذرة الوسخة، عشان تاني مرة أي قذر أو أي وسخ بفكر إنه يقرب على سيارتي رح يتصور ورح يتبهدل، تمام؟ والفيديو رح يتودى للشرطة ورح أنشره على السوشيال ميديا، رح أفضحك يا سراق يا حرامي يا الوسخ يا القدر. تفو تفو على هيك نفسيات مريضة، وترى شكله يعني هو مراقب، يعني مراقب أنا إمتى إجيت صفيت وإجا بوقت ما حدا وعوى إلى آخره، لأنه منطقتنا مش أي حدا بيقدر يفوت لها يعني. بس أنت واحد وسخ، أنت واحد وسخ، الله يا رب إيدك تنشل تتكسر يا مريض نفسي يلي عندكم حق الطبق، يلي مكيودين، يلي حتموتوا من زين، ولكم حضني شوكي بحريقكم، حضني شوكي بحليقكم، وأوعكم تفكروا يا المكيودين يا مريضين نفسيا يا الوسخين يلي بتحبوا الأذى إنه أنا شايفتكم، أو أنتوا بيوم من الأيام ممكن تقدروا توصلوا لي، بدكم كتير لتقدروا توصلوا لي، زي سرمايتي على فكرة، بس حك تفكر إنه أنت يعني القطعة اللي أخذتها إنه أنا يا الله رح أعمل لسه، يعني زي سرمايتي على فكرة يعني ما بقدر اشتري مليون وحده غيرها على فكره، بتتركب الموضوع، مش بس انت موضوعك موضوع اذى ولدنه حرام، لانك ابن حرام، لانك واحد مؤذي وابن حرام مصفى. ان شاء الله بتتكسر ايديك، ان شاء الله بتتلقاها بصحتك وعافيتك يا رب، ما بقول لك ان شاء الله بتتلقاها برزقك، لانك واحد اكيد دون واطي. انا بدعي بقول لك ان شاء الله بصحتك يا رب، اللي هي الصحه اغلى واهم. فعلا بدي أشكرك عن جد، يعني برافو عليك. أنا أهلي من أول ما أخذت السيارة قالوا لي شغلي الكاميرا، شغلي الكاميرا، روحي شغلي الكاميرا، وأنا ما برد، يعني بقول يعني لو شو ما بده يصير، يعني إنه معقول في ولدنة حرام توصل لهي الدرجة إنه يجي واحد يسرق لي هاي القطعة ويحمل حاله ويطلع؟ إنه معقول يعني معقول يدني حاله ويكون واحد دون واطي يعني أوطى من الأرض، أوطى من مستوى الأرض إنه يعمل هيك؟ بس طلع في وطاوة أوطى من دون الأرض موجودين، وهيهم حيين يرزقوا. فعن جد إشي وحياة الله بضحك. هل أنت مكيوت؟ هل أنت مكيوت عم تموت من زين؟ هل أنت معقول؟ هل أنت زين عملت لك عقدة نفسية بحياتك؟ هل أنت عملت لك عقدة بحياتك؟ يلا معلش، هذا اللي ما بيرد على أهله، أنا لو رديت على أهلي والكاميرا مشغلتها كانت بهدلت، أنت كان أنت مقيد هلأ حبيبي، تعرفي أنت وإيش مقيد؟ يعني كان أنت هلأ حبيبي مقيد، كان أنت هلأ الوسخ، تعرفي انت وايش مقيد؟ يعني كان انت هلا حبيبي مقيد، كان انت هلا الوسخ. بس يلا اليوم هلا رح يجيني الفني يشغل هالكاميرا ونشوف اي شخص بيوقف عن سيارتي
يلا اليوم هلا رح يجيني الفني يشغل هالكاميرا وبشوف اي شخص بيوقف عند سيارتي رح يتصور رح يتبهدل.